هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات بجنوب إفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات قمة بريكس. هذا وأكد مدبولي تطلعه لاستنساخ مثل هذا النموذج في مصر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واحدة. كما أشار مدبولي إلى إصدار الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع السيارات في مصر، بما يغطي المعلومات والدعم الفني للرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.